الآخر الانطلاقة الأولى لماركت بلاش وورد اللي الوجه الإعلاني إلها البلوغر المتألقة صاحبة الوجه الجميل والعيون الأجمل. أوكي؟ إذا تحبون البلوغر كلش أسمع أحلى ترحيب الهدين العساوي. كلكم على بالكم هسه يدور، انا راح اوجه الهديل هديل بكل مصداقيه. انت استخدمتي الايتمات كلهم لولا اللي على وجهك كله ما استخدمته اليوم بالنسبة. يعني حاليا انت الميك اب اللي على وجهك القمر ما شاء الله كله من نفس الماركه، كله ما عدا الماسك. هذا تقولين بكل امانه صداقه بكل مصداقيه، هي ما بيها ماسكاره، حتى اختي كلها حاطه لها الميك اب يعني واختارينا الانسب، يعني يقول لهم مثلا لا هذا ما يناسب البنيه مثلا الجامعه، هذا يناسب الموظفه، بحيث احنا مشينا على اساس انه ايش تحتاج البنيه، ايش تحتاج حتى الاسعار مالتها بالنسبه للكواليتي تقريبا 12 لون كلش ثابته، ما تشقق الشفه واطول معها كلش هوايه، والوانها كلها الموجوده المتداوله والمتداوله والصيفيه هم موجوده لها، صارت الوان الحمر الاوفر هي للمناسبه. صح صح، يعني الا شخص عنده مناسبه او بنيه يلا يحطوها. الالوان الهادئه هي الالوان اليوميه حتى بالمناسبات صارت هم حلوه يستخدم. اوكي، اما التحديد فهو عندنا كلش حلو انه التحديد يستخدم كتحديد وكحمره بنفس الوقت، يعني تقدرين انه تستخدميها بس مجرد حمره لان كلش ثابت. أعطيتكم بنات معلومة، إذا ناويين تشترون أساس فجربوا. بطلتكم بطلتكم بطلتنا بطلت باطن بطلتكم.